من بين واقع محفوف بالتحديات تحاول هند اجتياز امتحانات المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024 مواصلة لمسيرتها التعليمية وتحقيق طموحاتها وتطلعاتها رغم المنغصات التي واجهتها ومنها عدم استكمال المقرر الدراسي ومثلها زميلاتها في مدرسة فاطمة للبنات وعموم مدارس محافظة الضالع. رغم التحديات التي واجهتنا منها عدم استكمال المنهج وشحة الكتب إلا أننا مصممون على اجتياز الاختبارات ومواصلة تعليمنا لتحقيق أحلامنا المستقبلية. أكثر من 5500 طالب وطالبة توزعوا على 63 مركزا امتحانيا في المديريات المحررة في الضالع بعد تدشين العملية الامتحانية لتمر في أجواء طبيعية وسط أوضاع صعبة مر بها الطلبة والمعلمون في السنة الدراسية التي ساهمت الحرب الحوثية وتبعاتها في تدهور العملية التربوية والتعليمية. رغم الأزمات المركبة والتحديات التي رافقتهم في عامهم الدراسي يحاول الطلاب والكادر التربوي اجتياز هذه المرحلة مؤكدين مواصلة مسيرتهم التعليمية نحو المستقبل المنشود وانتصار مشروع الحياة على حرب ميليشيا الحوثية.